اليوم سعدنا بالمجموعة والدكتور سامي محمود العباسي محمود العباسي الدكتور مجدي عبد العزيز الشبلان خالد النفيسة خالد النفيسة حمد بكري أحمد بكري والقمر هذا السلام عليكم ايش اسمك؟ عبد الرحمن عبد الرحمن ايش؟ عبد الرحمن رضوان عبد الغني نعم سعدنا الليلة بوجودكم اليوم في الطائف النص الطائف الله يسلمك الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية احنا من الطائف اصلا ولا نقدر نستغل نعم نحن زملاء عبد الله في الثانوية ثانوية شكرا لك نجم ما شاء الله ايام ثانوية الثقيلة النجم عبد الله اساسا من الثقيلة استاذ سامي كم لك على الطائف يستاهل لازم تحط الخطاب والله مال الشعر بس ما شاء الله ما تقدر ما تغيب ما انا كلمة عزيزة على الطائف شكرا ايضا للهيئة وانت مشهور على التوفيق معاكم بكرة جزاك الله خير وسعدنا اللي شفناه اليوم صراحة شيء مشرف اليوم ما قصر عبد الله رشاد وحسن اسكندراني كلهم ما شاء الله كل فيهم الخير اسعدونا الله يسعدهم والموجودين كلهم الطائف على ما قالوا احلى واحلى ان شاء الله اليوم ما غناها بس الطائف لها وضعها الخاص ولها ذكرياتها الحلوه واليوم ابو سلطان ما شاء الله كان يعني مبدع جدا الله يعطيه العافيه زادنا سعاده الله يعطيكم العافيه وكثر خير الله يسلمك والصراحه الطائف احلى باهلها وبجوها الحلو واستانسنا مع الدكتور عبد الله والناس الطيبين الموجودين الحضور وعبد الرحمن اخوك عبد الله وعبد الرحمن كلمه لازم والله يا اخي شهادتنا مجروحه في هذا نجم كبير يعني سوى ليله كبيره وحفله رائعه بحضور الاخوان والحبايب الجمهور الجميل هذا اللي حضر معانا وليله يعني من اروع الليالي وفي الطائف وفي الوطن ما شاء الله تبارك الله ولد الطائف ولد جبل البازم ولد اليماني ولد البلد ولد كله احنا اليوم سعدنا بشوفتك اخوي الله يكرمك حقيقه والله وعبد الله دكتور عبد الله شهادتنا مجروحه فيه لانه زميل طفوله وزميل شباب وزميل لا ما وصلنا للشياء يعني نص ايوه الله يسعدك خير ما قصرت على اللقاء هذا الحين الله يسعدك والله كمان احنا نحبك ونشكرك بس مهندس سويد يعني لو قلنا ايش ما نقول في حقك ما نوفي حقك والله طيب استاهل واحنا نستاهله والله ما قصرت في كل وهم مهضومين حقهم اعلاميا مو من دحين من زمان كل اللقاءات اللي تحصل في الحواري في المهرجانات نلقاك حاضر أيوة. والله يبيض وجهك ويجمل حالك ويجزاك خير الله يعطيك العافيه اعطينا المزيد الله يخليك شكرا لك مع السلامه